السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن بعض الحقائق عن جسم الانسان، بالتالي نتعلم بعض المفردات والعبارات التي تساعدنا على تقويه لغتنا الانجليزيه. Brilliant bones and marvelous muscles. Brilliant كما نعرف brilliant رائع أو لامع أو ذكي. Brilliant رائع. Bones عظام. إذن عظامنا الرائعة والمذهلة. And marvelous muscles. Marvelous مذهل أو مدهش. Muscles عضلات. إذن muscle عضلة. Muscles عضلات. Marvelous مذهل. إذن عظامنا المذهلة وعظامنا المدهشة. What is inside our body under our skin? What is يعني ماذا يكون؟ Inside داخل، outside خارج. لاحظ inside outside عكس بعض. Inside داخل، outside خارج. What inside our body جسمنا، ماذا داخل جسمنا؟ under تحت، our skin تحت جلدنا، skin نحفظها جلد. لاحظ وضعنا هنا كما فاصلة لنتابع للسؤال. What is inside our body under our skin يعني ماذا يوجد داخل جسمنا تحت الجلد. Your heart is the size of your fist. قلبك بمقاس قبضة يدك. إذا نحفظ fist قبضة اليد. إذا قلبك بحجم قبضة اليد. Your heart is يعني يكون the size of، لاحظ the size of، نحفظ التركيبة بمقاس مثلا the size of the car، the size of the table، the size of. إذا نتعلم بهالطريقة هذه the size of your fist. إذا ممكن نستبدل your heart نستبدل بشيء ثاني. الآن طبعا ما نلفظها your heart. إذا your heart is the size of your fist. إذا دائما الدروس هذه بتساعدنا نحفظ the size of، نستبدل your heart بكلمة ثانية أو نستبدل كلمة fist أيضا بكلمة ثانية. إذا بالتالي أستطيع أن أتعلم عبارات جديدة وأقوي من لغتي الإنجليزية. Our bones give our body its shape. Put your hand on your back. Feel your back bone. لاحظ نبدأ من عند الفعل تعطي. Our bones عظامنا، our body جسمنا. إذن تعطي عظامنا جسمنا its shape شكله. لاحظ استخدمنا its ضمير ملكي مثل my shape شكلي، my name اسمي، أيضا its shape لأنه its تعود على بدل جسم، الجسم غير عاقل نستخدم الضمير it، بالتالي يكون الضمير الملكي its. لاحظ our body أيضا ضمير ملكي، أيضا our ضمير ملكي. لاحظ الار بآخر الكلمة لا ننطقها، لا نقول our كأنه يعني خفيفة. our لاحظ put your لا نقول your، put your hand on your back، ضع يدك your hand مثل your name اسمك، يدك on your back على ظهرك. back نعرفها خلف، وأيضا back يجمعتها ظهر. لاحظ put هذا أمر مثل
مثل open the door افتح الباب. put your hand ضع يدك. اذا امر نسميه imperative امر. دائما الامر باللغة الانجليزية بدون فاعل مباشرة نستخدم الفعل. feel your backbone اذا تحسس او اشعر بعمودك الفقري. اذا backbone اذا عمود فقري. اشعر به او تحسس عمودك الفقري. our bones give our body its shape. put your hand on your back. feel your backbone. your backbone helps you stand up and move. inside your head is your skull. feel your skull. your backbone helps يساعدك. لاحظ helps you يساعدك عمودك الفقري. لاحظ وضعنا اسم المفرد الغائب. لماذا؟ العمود الفقري مفرد it. اذا نضع اسم المفرد الغائب حقيقة علمية مضارع بسيط. اذا نضيف الفعل s اسم المفرد الغائب. stand up اذا يساعدك عمودك الفقري. stand up ان تقف. لا نقول to stand up دائما بعد help الفعل بصيغة المصدر. and move يساعدك ان تقف وان تتحرك. inside داخل. your head داخل رأسك اذا نقول head. is your skull نحفظ كلمة skull جمجمة. skull جمجمة داخل رأسك جمجمة. feel your skull تحسس او اشعر بجمجمتك. and feel your skull. your backbone helps you stand up and move. inside your head is your skull. feel your skull. ممكن نحذف skull نستبدله بضمير it. feel ونحذف your تصبح feel it تحسسها يعني skull. now put your hand on your ribs. rib عظام القفص الصدري. هذا العظام بالصدر. اذا rib اذا عظم قفص صدري. ribs عظام القفص الصدري. now الان put your hand ضع يدك on على your ribs على عظامك القفص الصدري. your rib bones يعني عظام قفصك الصدري العظام هذه. protect تحمي your heart تحمي قلبك and lungs رئتيك. إذن protect your heart and lungs نحفظ كلمة lung رئة. lungs رئتين لأن عندنا فقط رئتين. what other bones can you feel in your body يعني ما العظام الأخرى other أخرى can you feel لاحظ can you feel التي تشعر بها أو تحسها in your body في جسمك. now put your hand on your ribs. your rib bones protect your heart and lungs. what other bones can you feel in your body. muscles touch our bones. muscles move our arms and legs. when we run, jump, climb and lift things. touch اذا muscles touch تلمس عضلاتنا our bones عظامنا. muscles move تحرك العضلات our arms اذا arm ذراع and اذرعنا and legs و سيقاننا. leg ساق legs سيقان. we run عندما نركض. jump نقفز. climb البين لا تلفظ لا نقول climb climb نتسلق. and lift things ونحمل أو نرفع الأشياء. لاحظ وضعنا كما لأنه عندنا مجموعة من الأفعال قائمة من الأفعال عندئذ أول فعلين نضع فاصلة
آخر فعلين نضع and. إذا عندنا أربع أفعال. إذا كما قلنا إذا كان عندنا قائمة من أشياء، نلاحظ قائمة من أشياء، آخر فعلين نضع and، القبل نضع كما فاصلة. إذا نحفظ كلمة lift معناته يرفع، muscles touch our bones، muscles move our arms and legs when we run, jump, climb and lift, lift things. Make a fist and feel the muscle in your upper arm. Smile and feel the muscles in your face. What other muscles can you feel? Make fist يعني شكل قبضة يد أو أعمل قبضة يد بهالشكل هذا، إذا fist بهالشكل هذا. And feel وتحسس أو أشعر the muscle العضلة in your upper arm في ذراعك العليا أو في أعلى الذراع بهالشكل هذا. إذا نتحسس العضلة هذه. إذا make a fist and feel the muscle in your upper arm. إذا كما قلنا fist بهالشكل هذا. Smile وابتسم and feel the muscle. ابتسم وأشعر بالعضلات in your face في وجهك. إذا smile and feel. Feel أشعر بماذا وتحس ماذا؟ The muscles in your face في وجهك. What other muscles ما العضلات الأخرى can you feel التي تشعر بها. Make a fist and feel the muscle in your upper arm. Smile and feel the muscle, the muscles in your face. What other muscles can you feel. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن muscles العضلات and backbones والعمود الفقري bones والعظام. تعلمنا بعض المفردات والعبارات اللي تساعدنا على تقوية مفرداتنا في اللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء الفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.